يعني في تسجيل الموقف بشكل سريع تكريم المواضيع ديالنا قبل شي مبكر قبل شي مبكر الاعتقاد ديالو غنجيو صراحة في القراءة ديالنا ولا في القراءة ديالي الشخصية ما غنساوش انه هو الدعم اللي قدمها حركة 20 فبراير في وجه الأزمة ديال التفتيت ديال النظام انه دائما ودوما يحاول ان مسألة ديال البنية الفكرية ولا الصراحة اللي عندنا هو بنية طبقية كيحاول ما يمكن يفتتها يفتت ويجعل ان الاشخاص هم الفاعلين في هذه المستويات هذه الصراع اللي عندنا مع المغرب لحدود الساعة انه هو مسألة يبرز مسألة ديال الشخصية ديال بوكار ولا الرفيقة وفاء في البنية ديال الجمعية المغربية لحقوق الانسان انها هي مسألة الاشخاص حنا كنقولوا هي مسألة طبقية كاملة بلا الصراع ديالو مع المغرب اذا بالنسبه لي انا كنشوف هل الهجوم اللي كيديروه المغزل هو انه راه كيشوف مساله ديال الفرز في مستوى ديال التطور الصراع الطبقي اللي في المغرب ولكن للاسف الشديد اللي خصنا المسائل اللي نتجهوا لها انه هو الهجوم ديالو بالموازي مع المؤسسات الراسماليه اللي تابعه له هذا النظام والكيان الصهيوني بالضبط راه كيخسر الملايير والملايير من اجل التعتيب على المستوى الصراع الطبقي في المغرب اللي هو ربا ان هي مرسومه نقطه مراكز الدراسات انه مقبل على واحد الانفجار عظيم وعظيم كبير اذا بالنسبه لنا ان الاوان اننا خصنا نسجلوا واحد المنعطف في التطور ديال هذا الصراع وكنحيوا الشاعر